واحدة. صدق سيل، صدق سيل. دونك فهمت سؤال الإجابة متاع قبيلة اللي هو بسيمش المون. أحسن حكم في تاريخ تونس. أحسن حكم في تاريخ تونس نورمال مون نجي جويني. نجي جويني حكم تتنبأ له مستقبل وعلي بن ناصر. واحد أعطينا. ما نجمش زوز به زوز. علي بن ناصر نجي جويني زوز يمشي. أحسن حكم تونسي صادق السلمي، أحسن حكم في تاريخ تونس نجي جويني وعلي بن ناصر به. حكم تتنبأ له مستقبل كبير. برشا برشا وليدات صغار مش يكون عندهم شأن كبير. مثلا اسم أعطينا. برشا وليد الجربي، أيمن النصري. مراد تقصد. مراد الجربي، تحية أيمن النصري. يتفرج فينا مراد وفي بالك نفس الجينيراسيون ويا مراد. هاك. به أقرب حكم ليك. والله برشا أقرب لي أنا الحكام لا بليبار نتاعهم أقرب لي، حتى مشاكلهم اللي يعود عنده مشكلة يحكيها لي، كلهم أقرب. الكل نعتبرهم يعني خواتي صغار، احنا عائلة. أنا مانيش عامل ريدو الحق. فما شوية حد معين هكا قريب لك؟ بالطبيعة ثم ناس ثم ناس نرتاح لهم. مثلا ما نجمش نقول لك، أما كلهم وليد. أقرب مسؤول ليك. برشا. أعطني واحد. برشا برشا. جاب سمي واحد. ما نحبش نعمل كلهم كنا خيان والله ونخدموا في عائلة ما ثم البهي. أحسن مسؤول تعاملت معاه. شنو أحسن مسؤول يعني؟ في الإدارة التحكيم معناها. كلهم بهيين شنو كلهم قلت لك مو خدمة شنو أحسن وأخيب. وديع الجليل. لا مش مسؤول هذاك عرفنا عاد. أحسن حكم في إفريقيا. أحسن حكم في إفريقيا. بصراحة تويكا. فماش. فما حتى حكم باهي. فما باهيين ما فماش كلهم متقاربين ثلاثة أربعة قراب لبعض. إيه الباهي فيهم شكون؟ الباهي فيهم الأخراني اللي جاي لتونس شو اسمه؟ باملاك. تيسيما. تيسيما. صدق السلمي وين تحطه بين أحسن حكام الأفارقة؟ ما ينجم يكون من لي 5 برمي. أحسن حكم في العالم توا. أحسن حكم في العالم. صدق السلمي توا. في العالم دوختني. بغرام كبير بصدق السين ماذا بيه حكم ممتاز. لا تأكدت هو باش يكون في كوب ديما. لا 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 مش هو علاش يعني ما ثم برشا بهيم. بيه كي كنت زفر سي عويز شكون أكثر لاعب هكا يناقش برشا؟ برشا كانوا يناقشوا أما في أول ما بديت هكاك ثم من بعد ولا كل أصحابي ما عادش بعد وليت مزفر مرتاح. اي سمينا واحد مسيس قلت لي برشا يناقش كان زبير بيد. زبير زبير اكثر لاعب بالعكس كالم ما يناقش ما يتعبكش في التيران. مش نورمال. طارق ثابت والبوعزيزي. بوعزيزي ما يظهرش في بوعزيزي. ما يناقش وما يتكلمش. فماشي لاعب قريب لك برشا برشا اعطينا اسم مسيس. لا ولا برشا اجابات الكل قلت لي برشا سي عاوز اعطيني اسم. ليه برشا اصحابي ما نجمش نحبش نخليه. مساعد كنت تحب تخدم معه ما تقوليش برشا. مساعد يعني اسيستون. اسيستون ايه. بصراحة الله يرحمه توفيق الوسلاتي. الله يرحمه. مساعد ما تحبش تخدم معه. علاش ما نحبش نخدم معه؟ فماش ما تفهمش معه برشا. لا ما فماش ما تفهمش معه ما نمشيش معه. اصعب ماتش شديته شنو؟ والله برشا ماتشوات اما بون في تونس ديما الماتشويت كانوا صعاب. بعد 8 سنين شديت الدربي هذاك كان في الورق صعيب لكن في التيران كان سهل. بون سوبر كوب نتاع فرنسا كان بي اس جي ولوي كان زاد يظهر صعيب لكن سهل. بون فما ماتش صعيب السودان وتشاد في مصر تصفيات كوب دي موند هزوم لعبوا في مصر هذاك كان اصعب ماتش. جمعيه ظلمتها. ما ظلمت حتى جمعي الحمد لله. ظلمت معناها عن حسن نيه سير الاخطاء معناها. الى حد الان قلت لك الحمد لله ما نتذكرش اني مظلمت جمعيه. بون لي فوت دابريسياسيون اما ظلم في حد ذاته بتتر غلط بتتر. اما في رايي ما جمعيه ما تحبش تدلها ماتشويات. ثم جمعيه ما نحبش تدلها. ثم ايش اربيتر يقول ثم جمعيه ما نحبش تدلها. جمعيه تحب تدلها ماتشويات فماشي. والله برشا جمعيات انا كي تزفر
جمعيات الكبار رغم الاربيتريت كانوا يخافوا منها، مي بالنسبه لي انا ارتاح جمعيات وما جمعيات الكبار. علاش؟ خاطر ثم فوند جو وثم لعب، صحيح كي تغلط تخلص مش كيف تغلط، خاطر ديما محطوطة عندهم في نفوذ. اي عندهم مش نفوذ، ما قبل كانوا عندهم نفوذ والله بالحق. عليه تو ما عادش تو ما ينجم. لا مازال. اه صعيب ولا صعيب. انا نقول لك اللي عندهم كل نفوذ. والله لا مش صحيح. اكثر جمهور يخوف في تونس. ثم جمهور سيابي اكثر جمهور يخوف. ولو انا ما نظفرش خاطر جمعيتي. باهي خطأ ما نسيتوش. ما فماش. فما حتى خطأ قاعد لك في بالك؟ حتى خطأ. ما تغلط الساعة ويس كنت؟ لا نغلط ما ثماش حاجة. تعرف وقتاش أنا ديما في لي ستاتيستيك راهو أربيتر كي يعمل لك 10 ماتشوات في السيزون ما يغلطش في الحادش يغلط فوت دابريسياسيون اللي نجموا نختلفوا فيها. يسمى أربيتر باهي، أما إذا كان كل ماتش يغلط ماهيش معقول. أقرب جمعية اللي قلت لي سيابي. سيابي. فما بعض الجمعية أخرى تحن لها ولا؟ لا لا سيابي خلف سيابي بعد منز بورقيبة جرزونا منز عبد الرحمن راس جبل منز فمش ماتش قعد في بالك ماتش قعد في بالك ولا برشا ماتشوات مثلا فينال كوب داراب الواك وستيف زاد ماتش أحسن ماتش عملت فيه بيرفورمانس كبيرة خلاص راضي على روحك على الأخ شيخ بالماتش اللي عملته بي اس جي والوام وأسوأ ماتش أسوأ ماتش عملته يضحك مرة نزفر يثور لي بنين خلاد وقرومبيليا ماتش ديفيزيون دو في الكنت البي يعني مش البي كنت ليك دو كيف توا مي واحدة تلعب على مع التيوح مش عتيوح واحدة تلعب على اللاكسيسيون مش والأخرى ما تلعب على حد شيء في مخي ما اني ما نغلطش للكيب اللي تلعب على الطلوع مش ما توحلش فيه هبط نظفر ربع ساعة حسابات هبط بحسابات هبط بحسابات مش حسابات هي ما تنجم تقول اخويا ان شاء الله يجيب بليكم على غير يدي يعني ما نغلطش بطر ربع ساعة نظفر ما عرفتش روحي هيا فيق عويز زفر قد يتيح ولا يخط ما نجمش نظفر بالحق حاجة فيك ما تعجبك الساعة عويز حاجة فيها نعطي ثقة برشا به اخر سؤال وانت جاي خام تقول زعما شنو باش تسالني والله اسلام انا نتبع في الواحد في الليميسيون تاعك انت سامحني سمح ماكش خبيث انت طيب يعني ولد عائله ما عندكش مشك الصحافي اللي ماشي له حاط لك احنا تحت الواحد انت نشوفك مع الناس اللي استضيفها ما عندكش لارير بونسي اللي تسمعوا في الشارع اللي ثم تحطه ما نخافش منه من الناس هذوك بالضبط خاطر برشا يلوموا ساعات يقول لك انت تجيب فلان تحب كونت الجمعيه هذه ولا كونت الجمعيه هذه الناس الكل كي نشوف الجمعيه الكل يقولوا نفس الكلام هذا معناها مريق الحمد لله الحمد لله شوف سلام رضاء الخلق غايه لا تدرك كيف انت توا سبيكر وماذا بك اقعد في المنهج هذا عايشك مرحبا بيك سعوية شرفتنا بحضورك اليوم ميرسي عايش خويا كانت هذه